لان هي عندها الجزائر عندها تقريبا واحد 43 مليون نسمه، حنا عندنا 37، وهي كان عندها البترول والغاز وكانت في الناتج الوطني الدخل لو بيب البرودوي انتيريور بروت كانت هي فيتانه. ولكن جميع التوقعات تقول بان قبل من 2025 المغرب الناتج الداخلي الخام حيفوت الجزائر، الاقتصاد المغربي حيفوت الاقتصاد الجزائري، وهذا الشيء ماشي صعيب على المغاربه. ومع نفوتهم اقتصاديا اش يطرا؟ والميساج اللي عنده زول العالم هو ان اي دوله تتعارض الوحده الترابيه ديالنا وثم تتعترفش لنا بالسياده ديالنا على المملكه المغربيه بالنسبه لها اصبحت عدو لنا. هذا هو الميساج، ما يكونش تعامل في حال دوله اللي يعني احنا قويين واللي ضد اللي جا ضد المصلحه ديالنا والسياده ديالنا والامن ديالنا والاستقرار ديالنا سنواجهه في الميت كما بغي. الناس اللي تسيروا دابا الجزائر جنرال الجزائر هما ناس ديال الحرب الباهيه، صحيح باش يبدلوا الافكار ديالهم وناس عامرين ايديولوجيا وعامرين ذاك الوهم ديال السعاده ديال الجزائر. فاحنا ما تنتسناوش منهم بزاف الامور وتنتمنى الله سبحانه وتعالى انهم ان يكون شي صوت حكيم في الجزائر باش نقدروا نجمعوا الشمل وانه ما نكونوش ضحكه على هذوك الناس ديال اوروبا انهم دائما يبقاو يشوفوا دائما المغرب الكبير. تماما هذا الشيء كنت تكلمت فيه، ولكن حنا ندوزو بسرعه. هذه الحكومه هي فرصه للمغرب وهو امن، هو في حقيقه سلم سياسي اول مره في المغرب بعد الاستقلال. يعني انه الحكومه فيها اولا سبعه ديال النساء وهذا شرف للمغرب وفهمت يعني شرف كبير. وحنا دابا عندنا نعطيو الدروس للدول في العالم كامل على المد الديمقراطي ديالنا والعنفوان ديال الديمقراطيه ديال المغرب. اذا المغرب غادي في طرق بالنسبه لنا احنا الحكومه ندعموها، حكومه قويه، حكومه عندها انها تنزل النموذج التنموي الجديد، والمسؤول على اللي كان المسؤول ببلورة نموذج التنموي الجديد اللي هو سي بن موسى تهو كاين في الحكومه. اذا مؤشرات عظيمه، مؤشرات ايجابيه، خصنا نتوخاو الخير وحنا مناوي الخير في هذه الحكومه. اذا هي حكومه تنظن بانه غتخدم اولا، انا تنقول قبل كل شيء الموقع الجيوستراتيجي ديال المغرب. حكومه غدا في المقاربه الاقتصاديه، والمقاربه الاقتصاديه التنمويه اللي كاينه في العالم كامل راه هي اللي كاينه، ما كاينش مقاربه اخرى. بايدن تيهضر على التجاره، ماكرون تيهضر على التجاره، بوتين تيهضر على التجاره، الصين كلها تهضر على التجاره. يعني ان التجاره والاقتصاد والمقاربه الاقتصاديه ومصادر ديال الثروات الطبيعيه والسبق الجيو اقتصادي والجيو استراتيجي هذا هو ما ينهك وما يعني الافكار ديال الدول. اذا المغرب دابا عادش الطريق ديالو، بعدنا على السياسويه اللي عضيع لنا واحد 15 عام والايديولوجيه ونبقاو نخدموا اجندات ديال الدول اللي ما عندنا بعيده علينا. عندنا ما عندنا، حنا كنا تنمشيو تنبقاو نشوفوا دول اخرى اللي ما وتنخليو المغرب. حنا دابا المقاربه اللي كاينه وهذه المقاربه ديال الحكومه اللي جلالة الملك نصر الله وايده هو المغرب اولا، المصالح العليا للمملكه المغربيه. والميساج اللي عنده زول العالم هو ان اي دوله تتعارض الوحده الترابيه ديالنا وثم تتعترفش لنا بالسياده ديالنا على المملكه المغربيه بالنسبه لها اصبحت عدو لنا. هذا هو الميساج، ما يكونش تعامل في حال دوله يعني احنا قويين واللي ضد اللي جا ضد المصلحه ديالنا والسياده ديالنا والامن ديالنا والاستقرار ديالنا سنواجهه بالمثل كما بغى يكون. هذا الشيء اللي كاين، احنا ما عندناش دروس من ناخذ من الاخر وخصنا نكونوا قويين وحازمين، والخطاب ديالنا خصو يتبدل لانه ما يمكنش نبقى دائما نبقى مخبين ويعتبرونا الدول الاخرى بحال الاتحاد الاوروبي حيت صغير يقدروا ينقصوا عليه. اذا هذا هو الدور اللي غتلعبوا الحكومه باش تنزل هاد المشاريع المهيكله العظيمه ديال الاقتصاد وديال التنميه وديال الحكامه باش المغرب، حيت سميتو التوقعات تقول بان المغرب حيت الجزائر فيتانه بالناتج الداخلي الخام، لان هي عندها الجزائر راه عندها تقريبا واحد 43 مليون نسمه، حنا عندنا 37، وهي كان عندها البترول والغاز وكانت في الناتج الوطني
الدخل لو بيب لو برودوي انتيريور بروت كانت هي فيتانا، ولكن جميع التوقعات تقول بان قبل من 2025 المغرب الناتج الداخلي الخام غنفوت الجزائر. الاقتصاد المغربي غيفوت الاقتصاد الجزائري، وهذا الشيء ماشي صعيب على المغاربه. ومي غنفوتوهم اقتصاديا اش غيطرى؟ غيطرى انه دوك اللاجئين اللي استعملوهم كورقه في مخيمات العار، انهم غيقولوا عندو قرنو واش نعيشوا في الرفاهيه وفي التقدم وفي عالم الغد، ولا نمشيو نتبعوا هذوك الجزائر اللي عندها مشاكل ديال الافلاس ومشاكل خطيره لا قدر الله، لانها قد تؤدي الى الدمار وقد تؤدي كذلك الى انفصال لتقسيم الجزائر، ومنها سميتو حركه الماك اللي تقدر من بعد تكون هي زعما في الواجهه باش تاخذ الحكم، يعني انفصال على الجزائر. هذا هو المشاكل اللي حنا كان بودنا ان الجزائر تخدم الحس الجيوستراتيجي والجيوسياسي وتشوف المصلحه ديال الشعبين وديال المغرب الكبير، ولكن مع الاسف الشديد الناس مازال ما جاهمش هذا الوعي، مازال الناس عجزة. هاد الناس اللي تيسيروا دابا الجزائر، الجنرالات الجزائر، هما ناس ديال الحرب البارده، وصعيب باش يبدلوا هاد الافكار ديالهم، وناس عامرين بالايديولوجيا وعامرين بداك الوهم ديال الزعامه ديال الجزائر. فاحنا ما تنتسناوش منهم بزاف الامور، وتنتمناو الله سبحانه وتعالى انهم ان يكون شي صوت حكيم في الجزائر باش نقدروا نجمعوا الشمل، وما نكونوش ضحكه على هذوك الناس ديال اوروبا انهم دائما يبقاو يشوفوا دائما المغرب الكبير منقسم. عامل اخر مساعد للحكومه واللي هو ايجابي جدا هو ان نفس الاحزاب المشكله الحكومه هي ذاتها اللي كاينه على راس الجهات، وهذا عامل مهم باش ما يكونش داك الحسابات السياسيه الضيقه. انا لا كان شي برنامج عمل كينزل بشكل افقي وكيستافدوا من الجهات على حد سواء. وتنتمنوا على الله هادشي اللي تيبان، تنتمنوا دابا حنا الاداء الحكومي فيما يخص الحكومه وفيما يخص والاحزاب في المجالس الجهويه وفي المجالس الجماعيه وفي الغرف التجاريه وفي هادشي، حنا كما تنقولوا التقييم يجي من بعد واحد عامين ونص في نصف ديال الولايه، وديك الساعه يكون عندنا الحل. يعني هذا عمل ايجابي، تنتمنى انه اننا نجمعوا الهمه ديالنا ونجمعوا زمان الرؤى ديالنا والعمل ديالنا في خدمة مكانة المغرب، في خدمة مكانة المغرب في هذا العالم. هذا عالم اللي تعرف اللي عالم متوتر، عالم خطير، عالم دائما تنقول انا عالم ما بقاش فيه الامان. وفي هذا وصل هذا العالم المغرب القوة الضاربة دياله هو الاستقرار، وحنا هذا هو الذي يغيظ الاعداء اننا دولة مستقرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.